اسمح لي في البداية أن نجدد شكرنا للرئيس عبد المجيد تبون الذي بذل جهدا في صياغة ورقة لم الشمل والوحدة الوطنية، وهي ورقة صالحة للم الشمل الفلسطيني. أنا برأيي أن الاحتلال حرق كل ما يمكن أن يكون هناك أمل اتجاه أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، بالعكس هو زاد تطرفا. الحكومة اليمينية المتطرفة التي تضم أركان المستوطنين أعلنت عن برنامجها بشكل واضح حسم الصراع. لا توجد دولة فلسطينية مستقلة، لا يمكن تنفيذ قرارات شرعية دولية. نعم، ليس أمامنا إلا أن ننفذ وثيقة لم الشمل، وأيضا الجهود المصرية التي كانت ولا زالت مكملة وداعمة لهذه الوثيقة. أنا برأيي أن تجديد الدعوة للفصائل للاجتماع مرة أخرى في الجزائر للتفاهم على ورقة الشمل وإخضاعها في إطار التنفيذ أصبح مطلوب أكثر من أي وقت مضى.